يكون هنالك مقاومة لطغيان السلطة السياسية المتوحشة. هذا مؤتمر الحريات الإعلامية في فلسطين يعقد سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. هذا العام ارتئينا أن يكون شكل المؤتمر مختلف، أن يكون فقط ليس فقط يعني إعلان تقرير الحريات في نقابة الصحفيين، وإنما يعلن نتائج تقرير الحريات، ويكون الصحفيين، تكون منظمات المجتمع المدني، وتكون الحكومة والنقابة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية نناقش يعني فحوى التقرير واستنتاجاتنا من التقرير، وبالتالي أيضا التحديات التي أمامنا كصحفيين وكحرية صحافة في فلسطين، وآفاق العمل للمستقبل، كيف نضع حد للانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين في فلسطين. حارس الوحيد والمقيد الوحيد لعمل الصحفي أن يكون الصحفي موضوعي مهني ويتعامل بكل مصداقية، هذه هي التي يتحكم فيها الصحفي وليس الأمن أو وليس الحكومة. الآن نحن معنيين في تفهم، أن يتفهم الصحفي دور رجل الأمن، وأن يتفهم رجل الأمن دور الصحفي، من أجل أن تكون العلاقة تكاملية وليس تفاضلية. من هون مشاركتنا وسماعنا إلى النقد الذي يوجه كمان إلنا هو سماع مسؤول، من أجل أن نعدل وأن نطور وأن نتعامل مع موضوع الصحفي على أرضية أن الصحفي شريك في التحرير، وليس الصحفي هو خصم للمشروع والتحرير.